The best is yet to come. توجه للرئيس ترامب العديد من الانتقادات لعدم تنفيذه بعضاً من وعوده الانتخابية الرئيسية، مثل إلغاء قانون الضمان الصحي أوباما كير وعدم بنائه الجدار الذي وعد به على الحدود مع المكسيك لوقف تدفق المهاجرين غير القانونيين. We're going to build a wall and Mexico is going to pay for the wall. They're going to pay for it. إلا أنه ليس الرئيس الوحيد الذي لم يفي بوعوده. البداية عودة حوالي قرن إلى الوراء مع الرئيس وودرو ويلسون الذي فاز لولاية ثانية تحت شعار إبقاء أمريكا خارج الحروب، إلا أن البلاد دخلت الحرب العالمية بعد سنة من إعادة انتخابه. ليندن جونسون الذي كان نائب الرئيس كينيدي وتسلم الرئاسة عقب اغتيال الأخير ووعد بعدم إقحام الشباب الأمريكي في حرب فيتنام، لكن خلال رئاسته دخلت البلاد رسمياً في هذه الحرب التي امتدت أكثر من 25 سنة. أتى ريتشارد نيكسون بعده في عام 1968 معلناً أن لديه خطة سرية لإنهاء الحرب في فيتنام، إلا أن الجنود الأمريكيين عادوا من فيتنام عام 1973، أي بعد حوالي سنة من استقالة نيكسون. جورج بوش الأب وعد في عام 1988 بعدم إضافة الضرائب، لكنه سرعان ما وقع على قرار برفع قيمة الضرائب خلال رئاسته. My opponent won't rule out raising taxes, but I will, and the Congress will push me to raise taxes, and I'll say no, and they'll push, and I'll say no, and they'll push again, and I'll say to them, read my lips. No. موقع بوليتيفاكت تحقق من وعود أوباما وتبين أنه التزم بحوالي نصف وعوده الانتخابية، لا سيما على المستوى الداخلي.